السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت وياكم اليوم بفيديو جدا مهم، ألا وهو ترقيم الصفحات بالنسبة للباحثين، ترقيم صفحات البحث العلمي، أما عن طريق الأرقام اللاتينية أو الأرقام الإنجليزية أو الأرقام العربية. بعد الفاصل تابعوا ياي الشرح. رجعت وياكم، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في العادة عند ترقيم الصفحات، الصفحة الأولى اللي هي صفحة الغلاف اللي يكتب بها اسم الباحث واسم المشرف واسم الجامعة واسم البحث، من قوانين الكليات أنه تترك بدون ترقيم، لكن احنا راح نرقم بالبداية وبعدين نجري التعديلات. كل اللي علينا نسويه نجي إلى كلمة إدراج أو insert بالإنجليزي، البيج نمبر أو أرقام الصفحات للأخوة اللي يكون الوورد مالتهم باللغة العربية. فشنو نختار؟ أول شيء عندك توب بيج اللي هو في أعلى المستند وأعلى الصفحة، هذا طبعا ما نستخدمه. أما البوتوم أوف بيج أسفل الصفحة أو المارجن بالطرف أو الكورنت بوزيشن، يعني المكان اللي أنت تحدده، لكن في العادة اللي معمول به اللي هو البوتوم اوف بيج او اسفل الصفحة. طبعا راح ينطينا عدة خيارات، البوتوم اوف بيج ينطينا عدة خيارات، كل ما علينا انه نختار اسفل الصفحة. على سبيل المثال نختار هذا الترقيم. مثل ما تلاحظون ترقمت عندنا الصفحات، الصفحة الاولى، الصفحة الثانية ترقمت عندنا بالتسلسل. شنو الشغلات اللي نقدر نسويها على هذا الرقم؟ أول بداية نقدر نحدد الرقم تحديد عادي طبيعي، راح يظل عندنا بهذا الشكل، أما منا أو من الهوم نكبر حجم الخط، كبرناه، نسوي بولد، نقدر نغير نوع الخط مثل ما إلى أمنا، وهذا التغيير راح يشمل جميع الصفحات. زين، أنا بالبداية قلت إنه إحنا عادة الصفحة الأولى اللي هي الكفر بيج أو الصفحة الرئيسية اللي بيها العنوان مالت البحث واسم الباحث في العادة تكون بدون رقم. فشون راح نحل هاي القضية؟ نجي ننقر هنا، نروح على اللاي أوت، وهنا different first page، صفحة أولى مختلفة بالعربي، نحدد عليها، ننقر هنا وننزل لي جوا، مثل ما تلاحظون اختفى عندي الرقم. مثل ما قلت نجي على الهامش اللي بالبداية ننقر عليه، بعدين نروح على layout، من layout نختار different first page. مثل ما قلت نجيب البداية ننقر بهذا الهامش، هنا نقرنا بهذا الهامش، نروح على layout الخطوة الثانية. هسه الخطوة الأولى هنا، هذه الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة نروح هنا. هسه تخلصنا من الترقيم، نمسح هذول كلهم، ترقيم الصفحة الأولى فرغنا من عليها. تمام، زين. هسه هنا بدت عندنا الصفحة رقم 2، هو الصفحة الأولى حسبها رقم 1، الصفحة الثانية. هسه شنو نقدر نسوي على هذا رقم 2؟ قلت أنا بالبداية نقدر نحول الأرقام من لاتينية أو عربية أو إنجليزية حسب الرغبة. نفترض أن البحث مالتي أنا مو باللغة الإنجليزية، نفترض البحث مالتي باللغة العربية،
فشنو نقول له؟ format page number. انقر هنا على الرقم، اظلله تمام. بعدين انقر هنا باليمنى على format page number. هنا شنو عندي؟ هنا أنا عندي النمبر فورمات، فعندي هذه الخيارات اللي راح تطلع من أنا نختار. شنو اللي عندي؟ أرقام إنجليزية، أحرف عربية، أرقام لاتينية، فأختار الشيء اللي أنا أريده. على سبيل المثال قبل لا أنا أنه أختار اللغة العربية، خلينا نفترض أنه أنا أول صفحات قبل لا أبدي بالإنترودكشن مالت البحث مالتي أريد أرقم الأرقام باللغة اللاتينية تمام. فنمسح هسه هذه التحديدات، رقم لي باللاتيني. نفترض أنا وصلت إلى صفحة رقم 7 9، وصلت إلى صفحة 10. بعد صفحة 10 أريد أرجع أرقم ترقيم، أبتدئ بالأرقام الإنجليزية اللي هي 1 و2 و3 و4. هسه لحد هنا أنا مرقم لاتيني، بعدها أريد أرقم مو لاتيني، فشنو اللي راح أسوي؟ أجي أنقر هنا في أي مكان بالصفحة، وأروح على Layout وعلى كلمة Break. خلي نعيدهن واحدة واحدة. أول بداية أجي أنقر هنا بمكان فارغ، أي مكان فارغ أنا أنقر به. بعد ما نقرت بهذا المكان الفارغ، أجي على كلمة Layout وبعدين على كلمة Break. يعني شلون راح يصير عندي الترقيم هيجي؟ هنا أنا أنقر أول مرة رقم 1، وهنا أنا رقم 2، وهنا هنا رقم 3 تمام. شنو أجي بعد كلمة break؟ شنو أختار؟ next page. شنو أختار؟ next page، الصفحة الأخرى تمام. بعد ما اخترت أنا next page، انزل لي جوا، شوف هنا اختفت عندي الارقام. يعني شنو اللي صار عندي؟ هسه هو لحد رقم 10 مرقم لي لاتيني، بعد ذلك ماكو ارقام مثل ما تلاحظون. هسه ما لنا علاقه بهذا الرقم، راح اجي اللي هنا أنا. شنو راح اقول له؟ اجي انقر هنا أنا بالمكان هذا الاسفل، اقول له insert page number، وأرجع مثل ما اختارينا هسه. شو نختار لي هسه؟ رقم 1 تمام. تمام قلنا نكبرها مثلا تايم نيو رومان. اجي احدد اقول له فورمات بيج نمبر، اجي اختار اللغة الانجليزية اوكي. هسه اختار لي هذا رقم 1، خلينا نسوي بولد تمام. اجي انزل للصفحة اللي بعده، هسه صارت عندي صفحة رقم 2. قبل شوية اذا لاحظتوا الصفحة الاولى من قلت له next page انطاني ماكو رقم، اللي بعدها انطاني لاتيني، هسه هو عدل عليه. خلينا نتأكد من شغلنا، ارجع اصعد شوية. هسه تلاحظون هنا أنا شنو انتهى عندي؟ هنا انتهى عندي بالأرقام اللاتينية تمام؟ من جينا نزلنا للصفحة اللي بعدها، رقم لي أرقام إنجليزية، ومين بدالي صفحة رقم 1.
حتى انا بعدين من اسوي الفهرس مالتي، انه انا بالاحرف اللاتينية من الرقم 1 إلى 10 اللاتيني، هذه هي المقدمة والشكر وما الى ذلك. الانترودكشن ودخولي الى البحث او مقدمة البحث راح ابديها بالارقام الطبيعية اللي هي الارقام الانجليزية مثل ما تلاحظون. كمل الترقيم. هسه نرجع لاخر خطوة بالفيديو اللي هي تحويل الارقام من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية. هنا ارجو تركزون وياي، تابعوا الخطوات واحدة واحدة. اول ما نجي على كلمة فايل، هنا كلمة فايل او ملف باللغة العربية، ننقر عليها. ثاني شي نروح على اوبشن، اوبشن، من اوبشن نروح على ادفانسد او خيارات متقدمة. هسه عرفنا رقم 1 فايل، ثاني شيء اوبشن، 3 الادفانس، ننقر على ادفانس. تطلع لنا عدة خيارات، ننزل جوا على كلمة نمبر، هذه هي كلمة نمبر. تطلع لنا عدة خيارات، كونتكست متجانس او عفوا امسح. راح نلقى عدة خيارات، عربي، هندي، كونتكست، سيستم. فحتى نحولها من اللغة الإنجليزية أرقام هندية، نختار هندي ونقول له موافق. مثل ما تلاحظون تحول عند الرقم إلى اللغة العربية، مثل ما تلاحظون ترقيم باللغة العربية، ونفس الوقت ما تأثر عندنا الترقيم اللاتيني. خلينا نتأكد. مثل ما تلاحظون الترقيم اللاتيني بقى على حاله. أتمنى أن يكون الشرح واضح، وأتمنى تكون استفاديته. نسألكم الدعاء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أن تنشرون الفيديو، ولا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك للي ما مشتركين، ونشر الفيديو إلى أكبر عدد ممكن حتى الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.